في أحد الأيام الباردة من فصل الشتاء، وتحديداً في بلدة صغيرة تدعى وادي الورد، وقعت جريمة غريبة هزت البلدة بأكملها. وقعت الجريمة في الشارع المهجور الواقع في أطراف البلدة، وقد أثارت الحادثة دهشة السكان والسلطات المحلية. في صباح ذلك اليوم، عثر على جثة رجل يدعى جوزيف كارتر ملقاة في منتصف الشارع. لكن الأمر الغريب كان فيما يتعلق بالجثة، حيث تبين أنها خالية تماماً من أعضائها الداخلية، ولم تكن هناك أي أثار واضحة لجريمة سرقة أعضاء. تحوم الأسئلة حول كيفية حدوث مثل هذه الجريمة ومن قد يكون وراءها. قام رئيس الشرطة المحلي الضابط سامانثا رايت